بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم طريقات إدخال البريد الإلكتروني الجامعي عن طريق حساب الجوجل. أول خطوة هي فتح الجوجل. الصفحة الرئيسية للجوجل هي google.com. الخطوة الثانية إذا كان عندنا بريد إلكتروني مفتوح من هو على حساب الجوجل، راح ننقر على الدائرة الخاصة بالحساب. راح يظهر عندنا معلومات الحساب، اسم الحساب، وخيار آخر اسمه Add Another Account، أي إضافة حساب آخر. ننقر على هذا الخيار حتى ندخل بالبريد الجامعي. بدل حساب الجوجل نمسحه ونكتب مكانه البريد الجامعي الرسمي، بعدين ننقر على Next. هسه ندخل الباسورد. بعد إدخال الباسورد نقر Next. راح يفتح عندنا البريد، أو بالأحرى يفتح عندنا الحساب الجامعي على أساس أنه هو واحد من حسابات الجوجل. هذه الدائرة الخاصة بالحساب، العلامة الصفراء هي زي المجافرة هنا الموجودة بالأصفر، هي الخاصة بالحساب الرسمي الجامعي. لو تلاحظون هنا أنا عندي حساب على University of Basra. بعد هذه الخطوة ننقر على هذه النقاط التسعة اللي موجود بها كل التفاصيل الخاصة بالحساب. عندنا هنا الأكاونت، الجيميل إذا كنا نريد ندخل على البريد الإلكتروني، الدرايف إذا كنا نريد نروح للدرايف مباشرة، كالندر، الميت، الفورمز، أو إذا نريد نروح مباشرة على الكلاس روم. ندخل على الجيميل. هنا نلاحظ أنه فتح الجيميل على البريد الثاني. ننقر على هذه العلامة ونختار الإيميل الثاني الخاص بالجامعة. راح تفتح عندنا كل الرسائل اللي وصلت لنا عن طريق هذا الحساب اللي هو الحساب الجامعي. أتمنى يكون الشرح واضح ومفيد. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.